انا بسألكم انتوا كرجال، في واحد فيكم عنده اخت اغتصبوها؟ في واحد فيكم جو شرده من بيته؟ واحد فيكم انتوا ما خسران، انتوا اللي ولعتوا الحرب دي وجريتوا مشيتوا خليتوا الناس قاعده هنا وتجوا تجيبوكوا حرب عباسيه. انا قال لكم حرب عباسيه منه؟ بلد جايه مهاجمه من الاف البلدان، جاي ناس جايبين مرتزقه، نخلي لهم البلد يعني؟ ولا انتوا رايكم شنو يعني؟ مثلا انتوا اقسم بالله عادي من شرف عادي من رجاله، كلامنا انا بقول لكم اي قحاده في البلد دي والله عادي من شرف عادي من رجاله. ومن هنا البلد دي اقسم بالله الا نكمل كلنا نفر نفر حتى نحن نتراجع كويس، لكن اكرهوا باشكم وابقوا رجال مع الرجال. الدياسه والخيابه يا اخ، ترجلوا متين انتوا يا اخ؟ انا بسالكم انتوا كرجال، في واحد فيكم عنده اخت اغتصبوها؟ في واحد فيكم جو شرده من بيته؟ واحد فيكم انتوا ما خسران، انتوا اللي ولعتوا الحرب دي وجريتوا مشيتوا خليتوا الناس قاعده هنا وتجوا تجيبوكوا حرب عباسيه. انا قال لكم حرب عباسيه منه؟ بلد جايه مهاجمه من الاف البلدان، جاي ناس جايبين مرتزقه، نخلي لهم البلد يعني؟ ولا انتوا رايكم شنو يعني؟ مثلا انتوا اقسم بالله عادي من شرف عادي من رجاله، كلامنا انا بقول لكم اي قحاده في البلد دي والله عادي من شرف عادي من رجاله. ومن هنا البلد دي اقسم بالله الا نكمل كلنا نفر نفر حتى نحن نتراجع كويس، لكن اكرهوا باشكم وابقوا رجال مع الرجال. الدياسه والخيابه يا اخ، ترجلوا متين انتوا يا اخ؟